في حزيران يونيو 2017 تغير كل شيء في السعودية. بعد أن انقلبت قواعد لعبة العرش، باتت الساحة ممهدة لبدء حرب جديدة لم تحدث منذ أيام الملك عبد العزيز آل سعود، حرب الجيل الثالث، جيل أحفاد آل سعود. هنا في قصر الصفا بمكة المكرمة، ساعات طويلة من الانتظار وحوار اتسم بالسرية الشديدة دار وراء الأبواب. فحتى مساء 21 من يونيو حزيران 2017 كان محمد بن نايف لا يزال وليا للعهد. بعد ظهر 21 من حزيران يونيو 2017 تم استدعاء الأمير محمد بن نايف إلى قصر الصفا في مكة، حيث يقضي الأمراء السعوديون شهر رمضان. ثم جاء اتصال من مكتب الملك إلى مكتب ولي العهد محمد بن نايف يطلبه لأمر لا يحتمل التأخير. وحين حضر منع حراسه من الدخول، لكنه تفاجأ بوجود مساعدي محمد بن سلمان بانتظاره، سعود القحطاني وتركي آل الشيخ، الرجلين الأكثر إثارة للجدل وأهم مستشاري محمد بن سلمان. وعلى مدى ساعات متواصلة ضغط الرجلان على الأمير كي يتنازل عن منصبه، مزيج بين الضغط والتهديد. بعدها قام بإسماعه تسجيلات من أعضاء هيئة البيعة الذين طلبوا منه أن يتنازل عن منصبه لصالح ابن عمه. يظهر الأمر وكأنه إجماع من هيئة البيعة المكونة من 34 شخصاً على عدم أهلية بن نايف. لقد تحدثوا معه بقسوة شديدة إذ تم مواجهته بتهمة التخابر مع قطر. عليك أن تعرف أن علاقة جيدة تربطه بالشيخ تميم أمير قطر، إنهم أصدقاء منذ زمن، لكن تلك العلاقة قد استعملت ضده عندما أراد محمد بن سلمان ذلك. القصة ليست في صداقته مع الأمير، لكنهم قالوا له إن الملك غاضب جدا والأفضل أن تتنحر، ثم فتحوا معه قصة إدمانه على الأدوية. اللافت أن الملك لم يكن حاضرا ولا حتى نجله. هيئة البيعة هي من ابتكار الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز، الذي أنشأها عام 2007 لتسهل تعيين الملوك في السعودية. فجيل أبناء الملك المؤسس قد شارف على نهايته، الأمر الذي يفتح الطريق أمام أحفاده نحو الحكم. المهمة المعلنة تتلخص في تقديم المشورة للملك باختيار ولي العهد. وخلال وجود بن نايف معزولاً في قصر الصفا، كانت الاتصالات تجري مع كافة أعضاء هيئة البيعة الذين تم إخبارهم عن رغبة الملك سلمان في تولية ابنه ولاية العهد. وكان أعضاء الهيئة يعرفون أن الرفض له ثمن، فسجل معظمهم موافقته على تعيين بن سلمان ولياً للعهد. كان هادئاً لكنه صدم. بعدها قررت الهيئة أن تحسم الموضوع بالتصويت. من بين 34 شخصاً وافق 31 منهم على عزل محمد بن نايف ومبايعة محمد بن سلمان ولياً للعهد. انتهى الاجتماع وطلب من الجميع الحضور غداً لمبايعة الأمير محمد بن سلمان. هلا وما إن خرج محمد بن نايف من القاعة حتى وجد أمامه محمد بن سلمان ينتظره في الصالة المجاورة، وأمام الكاميرات أخذت اللقطة الشهيرة التي تظهر أن التغيير في المملكة كان سلمياً وطبيعياً. سأخبرك بما حدث. لقد أخذوه دون سابق إنذار إلى غرفة، ثم بدأوا في الضغط عليه طوال الليل. قالوا له انتبه، لقد فقدت دعم كل أفراد الأسرة. بعدها أسمعوه تسجيلات لأعضاء آخرين في العائلة، وواجهوه أيضاً ببعض الأمور وقالوا له لا ينبغي أن تكون ولياً للعهد بعد الآن. كان الأمير متردداً في التخلي عن منصبه. استمر الوضع عدة ساعات على هذا الشكل ولم يتمكن من الوصول إلى أدويته، ومع نهاية الليل شعر أنه لن يستطيع أن يقاتل. لم يوافق على التوقيع على أي أوراق،
لكنه وافق على إعطاء نوع من تأكيد شفهي. بمجرد موافقته تم إخراجه من الغرفة، وخارج القاعة كان سعود القحطاني بانتظاره، استقبله بكاميرا ليصور المشهد الشهير عندما جاء إليه محمد بن سلمان وقبل يده وشكره. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية. قرار ملكي كان صادماً لدى الأجهزة الأمنية السعودية، تحديداً بين كبار الضباط الذين عملوا مع الأمير محمد بن نايف. حتى أولئك الذين كانوا يرونه مستبداً وقمعياً أجمعوا على أنه كان رجل دولة، الرجل الذي يمكنه المحافظة على التوازنات الداخلية في البلاد. لم يكن شخصاً ذا رؤية، كان جيداً فقط في إدارة جهاز الأمن، لكنه لم يكن شخصاً يملك برنامجاً واضحاً. أعني من المنظور الأمريكي أو البريطاني، ليس لديه برنامج ليعرضه عليهم. فمثلاً لم يكن يقول إننا سنقوم بتحويل الاقتصاد أو إننا سننقله بعيداً عن النفط. لقد كان من النوع الذي لو أصبح الملك فسيبقي الأمور على ما هي عليه، سيكون بطيئاً ومتعاوناً وتابعاً للحكومات الغربية. ولم يكن ذلك وضعاً ملائماً لمن سيكون ملكاً محتملاً للسعودية، لأنه وعلى مدى 4 عقود كان لدى المملكة أناس تقليديون، وأعتقد أن هذه كانت نقطة ضعفه الحقيقية.